مثلا اللي شفناه بالريبورتاج قد ايه بتعيشوا؟ يعني بتفوت على البيت انت شاب ترجع من جامعتك وبالبيت ترجع بتلبس اللبس هلا؟ اكيد بس بدي اقول شيء انه عم تحكي انه مازن ومازن وانا عم اطلع انه مين هون يعني انه ما بعرف انا فاطمه خبرتك انا فاطمه يعني ما اعترض انه عم بعيط لك كمازن اكيد انه ما عم اعرف مع مين عم تحكي طب ما انت بجامعه شو بعيطوا لك مش بعيطوا لك باسمك مش بالجامعه انت شاب وعايش يومياتك عم بعيطوا لك باسمك انا ما بداوم كثير بالجامعه انا يعني انه بروح على الامتحانات بس بس حاولت ما كثير دايما بالجامعه عرفتي كيف بس اصحابك واهلك بعثوا لك فاطمه انا اصحابي كلهم بنات ما عندي اصحاب شباب ابدا و يعني ما كثير انه بنحكي سوا ما كثير بينادوا لي انه لحتى يقولوا شو انا او هيك عرفتي كيف انه انا كثير انه الجو كثير كومفورتبل وكثير تمام يعني انه بتواصلي مع الصبايا ورفقاتي وهيك كثير بحبهم وكثير بحبوني وكثير بنشكي لبعض وهيك يعني عايشه انا الحمد لله حياه كثير يعني انه هلا كنت عم تقول لي تحت الهواء انه انت عم تعرض للاضطهاد حتى بجامعتك وبين هلا انا بدي اقول شيء لاني انا بطلع غير هيدا الشكل بطلع انه كراعي المجتمع حسب البطاقه الهويه بطاقه الهويه بتطلع مازن بتطلع شاب بيطلع شكل شاب بس المجتمع ما بيشوف هيك بيشوف ليه شاب مثليه يعني بجربوا انه يكبروا هذه المساله بيشوف المجتمع شاب مانه طبيعي او حركاته مانه طبيعيه او مثل البنات بيقولوا لي مثل البنات او شاب عامل بنت او حتى لو كان في غير شيء يعني حتى لو كان شكل قد ما حاولت انه بين بشكل مقبول نو انه ما بيعجبهم بس كان في شيء ثاني عم يسكت العالم هي انه انا دائما مراتب الاولى بالمدرسه وبالجامعه فهيدا الشيء انت الاول بجامعتك انا الاول بالجامعه طب بركي هذا المعصبك واللي مخليك بدك تعمل بنت بركي اضطهادهم لك كشاب مخليك بدك تعمل بنت هلا انا بس بدي احكي شيء انه انا هيدي الحاله هي من جوا يعني انا هويتي هيك انا انثى يعني هويتي الجنسيه انثى وبدي احكي انه هيدا الشيء الاضطراب الهويه الجنسيه اللي عم عاني منه انا هو مختلف 100% عن الهوموسيكشوال او المثليه الجنسيه فالمجتمع بس انا حابه انه هو يفرق بين هيدي ما يخلط بين هدول الامور الاثنين حتى مثليه هي لما شابين او بحبوا يكونوا مع بعض او صبيتين بحبوا يكونوا مع بعض بس انت حابب تكون امراه تكون مع رجل بجسد امراه حابب. صح وانا كمان يعني انا من جوا انثى والانثى تميل الى الرجل فهذا الشيء طبيعي وليس انه شاذ او كذا يعني انت تميل للرجال من جوا انا اميل كنفسيا فقط عندما اصبح امراه نفسيا وجسديا ولا يعني هي انا هلا ما بسمح لنفسي اني افكر بالرجال بشكل جسدي ليش لانك ملتزم؟ لانك امراه ملتزمه؟ لاني امراه ملتزمه ولاني انا لست انثى، لست جسد انثى، انا احب الرجل بجسد الانثى. طيب الشيء اللي انت عم تقوله بس تركز على قصه الالتزام لانه هي شوي مستغربه انه لما فت انت على الاستوديو ما سلمت على الشباب بالاستوديو بالايد. اكيد يعني انا ما بسلم يعني انت عايشه كانه انت فاطمه فعلا، فاطمه الورقه المحجبه اللي ملتزمه. انا هيك يعني انا هيك. أنا هيك حياتي يعني عرفتي كيف؟ إنه أنا ما عندي أصدقاء شباب أبداً أنا يعني بروح على شغلي بس على جامعتي إذا كان في امتحانات يعني إنه ما بتواصل عندي صفحتي على الفيسبوك أي أم فيميل بيصير له هذا الشيء قائم يعني أنت بيصير لك هيك أنا من عمر 13 وأنا بعاني من 5 سنين لحتى بلش نحكي لأهلي وبلشت شوف الأطباء والحكم عرفتي كيف؟ كنت قبل عم تعاني على السكت شو يعني عم عاني يعني انه العالم بتحكي عني وانا ما بعرف اصلا شو عم يصير معي خبرني شوي اشي عن طفولتك كانت تدلك لألك انه انت لازم تكون مرأة وانه عملية التحول ضرورية مثل ما انت عم تقول هلا انا بطفولتي يعني انه ما كنت اعرف الفرق بين البنت والشاب لهيدي الدرجة لكتير العائلة كانت متحفظة كتير يعني ما بعرف الأعضاء التناسلية كيف تكون للشاب وكيف تكون للبنت كنت اطلع حالي بس ما بعرف اذا شو هيدا انه حتى لما يعني انا لما كبرت شوي وهيك بمرحله المراهقه انه بلش عندي منطقه الصدر بلشت تكبر فانا فكرت انه انا رح اصير مثل باقي البنات انه هون المنطقه بتكون كبيره فكمان انا لما ما يكون حدا بالبيت انا كنت دائما اخذ اغراض اهلي يعني الاغراض البناتيه والداخليات وكذا وقيسهم لوحدي لما ما يكون في حدا واطلع بالمراية وقول انه هي انا وروح خبيهم بسرعه لانه خاف يرجع حدا يشوفني او هيك طب انت لما بتطلع على شكلك
شكلك شاب واحساسك مرة. انا ما فيني ما كثير بتطلع بالمرايه، ما فيني اتحمل الشكل هذاك اصلا، ما بعتبر انه هي انا. لما بتطلع بالمرايه بشوف حدا انه ما بعرف مين هو، بس مو انا، انا من جوا انه بشوف حالي انه امراه خارقه الجمال. انا عم احكي شو صاير معي، عم احكي معاناتي، يعني انه احكموا علي انا، ما تحكموا انه في حدا غيري بهيدا المرض. بس نحن عم نحكي عن شاب، جسد شاب عايش روح امرأة، مقرر الالتزام الديني بالحجاب، بنفس الوقت بحط صليب وبيأمن بأديان أخرى. يعني عم نحكي عن خربطة أنت عايشها كاملة، ولا عم نحكي عن شيء أنت بتشوفه تكامل؟ هلأ أنا بدي أقول شيء، أنه كل الأديان بتأدي لشيء واحد هو ربنا. بقول باسم الصليب، بقول يعني قول يا مثلا، بحكي انه بالنسبه لي طائفتي انا مثلا، يا سيدتي ومولاتي يا فاطمه الزهراء، يا سيدتي ومولاتي يا زينب. انا يعني بدي اقول شيء، انه هدول الاشخاص انه الله كرمهم وحطهم بكل الديانات باسماء مختلفه. خليني ارجع لك، يعني هذا بمحل قد يراه البعض انه كمان اضطراب انه انت ملتزم وبتحكي عن شيء ثاني، وقد يراه البعض تكامل وشيء جميل، بس خليني اروح على الشيء اللي انت عايشه يعني بحد ذاتك. انت عايش ببيت في بقلبه شباب. هلا انا ايه طبعا، يعني بيتك قبلين هالانفصام، اذا انت عم تقول برجع انا وبفوت وبتحول لانسانه اخرى، يعني فاطمه مثل ما هي هلا قدامي، إيه؟ كم واحد بيشوفها مثل ما هي قدامي هيك؟ من عائلتها من محيطها؟ هلا ما بخلي حدا يشوفني غير الماما، بس الماما، لانه بخاف اتعرض لمشاكل. يعني بتعرفي انت، يعني انا الماما الحمد لله معي. انا كنت بدي اقول انه نحن بهيدا المرض، يعني انه ما كلنا بنترك البيت، لانه ليش لحتى نترك البيت؟ بالعكس الاهل، انا بدي اقول انه الاهل هنن صيانه للشخص. وليه الانتحار؟ الانتحار، ليه محاوله الانتحار؟ هلا الانتحار، اذا انت هالقد مرتاح مع حالك ورافض حتى اني احكيك كذكر ومعترض يعني حتى من اول الحلقه. الانتحار هو صار لانه انا ما عاد فيني اتحمل انه انا كل العالم عم توعدني وما عم تصدق معي، انه بيقولوا لي انه انا لي 5 سنين العالم بتقول لي انه يلا رح نوصلك، ويلا رح تعمل عمليات، ويلا تكرم، ويلا كذا، وبعدين صبر. بس انت، انا بصبر وما حدا بي، ايه يعني حدا وعدك بعمليات كان قبل؟ كثير وعدوني قبل. مين كثير يعني؟ من عائلتك يعني ولا ناس؟ من عائلتي ايه، لانه الاهل عندك حدا ملتزم دينيا كثير؟ لا، حدا شيخ بالبيت؟ هي عائلة كلها مشايخ، عائلة مشايخ كلها. عائلتك كلها مشايخ؟ ايه. ما برايك بيسمعوا احسن اذا حكيتهم بصدق ولا لا؟ هو انا بدي اقول انه لو بيسمعوا كانوا ساعدوا، ما بنسمع بس ومنطنش، بنسمع ومنساعد. ليه حدا سمع وطنش؟ كثير. نحن جربنا انه نشوف التشخيص للحاله. ايه. استشرنا دكتور عواد كما استشرنا الشيخ احمد طالب للاطلاع على الراي الديني.